اخدك بقى مش بعيدا عن الحضاره المصريه، لان احنا هنروح الاقصر، لكن هي حضاره الحداثه، مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه، دورته رقم 12 واللي بتقام من يوم 4 ليوم 9 فبراير اللي احنا فيه ده. بيشارك معانا 31 وفد وبرئاسة الكاتب والسيناريست سيد فؤاد. خلونا نحاول نفهم أكتر من الأستاذ سيد، إزاي الصحة؟ إزيك يا أستاذ؟ إزاي حضرتك؟ الحمد لله تمام يا رب، الحمد لله دايما. مهرجان الأقصر مهرجان مهم مما لا شك فيه، اهتمامنا بالسينما الإفريقية اهتمام أصيل وطبيعي. دايما هيجي السؤال، وما الذي يقدمه المهرجان هذا العام فيختلف عن الدورة السابقة؟ حقيقة احنا السنة دي عندنا 55 فيلم، هي افلام مميزة وافلام لم تعرض من قبل. عندنا كمان ورش محلية، عندنا في حاجة اسمها فاكتوري لدعم افلام لشباب السينمائيين الافارقة، لجان تحكيم على اعلى مستوى، تكريم السينما السنغالية. السنة دي السينما السنغالية من السينمات المهمة، بدأت سنة 65، والسينما حققت للسينما الأفريقية جوائز مرتين، من كان صحفة ذهبية وحققت من برلين جوائز، ومن يعني كبريات المهرجانات في العالم، وتعد إضافة للسينما في القارة الأفريقية، وتكريمها السنة دي شيء مميز يعني. ويعني أعتقد أنه السنة دي هي دورة رغم كل الظروف الضاغطة على العالم اقتصاديا، إلا أن احنا قدرنا نحقق دورة متوازنة يعني. طب أستاذ سيد، خليني بقى هنا علشان موضوع السينما السنغالي ده موضوع مهم، وأنا فعلا شفت أفلام سنغالي بالمناسبة يعني، وموجودة على منصات كبيرة زي ما حضرتك عارف. واضح ويبدو للكل أنه المزيد من الإغراق أو في محلية صناعة السينما يؤدي إلى بزوغ هذه الصناعة أمام العالم، صح ولا أنا غلطان؟ ده كلام يعني رسناه في معهد السينما وكناش مصدقين، وأنا صدقته لما شفت تجارب حقيقية، ولما أساتذتنا شرحوا لنا إنه فيلم زي فيلم الأرض. أيوه، فيلم الأرض هو فيلم شديد المحلية، صح، قضية شديدة المحلية، رجل في مشهد من المشاهد محمد ابو سويلم بيحلقوا له شنبه. فكان الاستاذ يوسف شاهين بيدرس لنا في المعهد وقال ان دي تفصيله، الراجل الغربي بالنسبه له لما تحلق له شنبه ودي مش قضيه قوي يعني، انما احنا بالنسبه لنا حاجه كبيره قوي وعار كبير. لما حلقوا لابو سويلم شنبه، الفيلم كان معروض في كان، الصاله كلها اتاثرت جدا باللحظه. بالفعل الفيلم كلما كانت محليته وهويته يعني محلية ومغرق في محليته وهويته الخاصة جدا، يصبح فيلم شديد العالمية. نفس القصة أظن، وصححني لو أنا غلطان، فإن حضرتك المتخصص أنا مجرد مشاهد، شادي عبد السلام لما عمل الموميا هو ما كانش فيلم بيدور على تأريخ لأصل الحضارة، هو بيتكلم على المحيط بذلك، وبالتالي انه فيلم الموميا اصبح فيلم الناس تتحاكى عليه بشكل دولي، الناس طول الوقت بتعتبر واحد من ايقونات الافلام. الموميا لما اتعرض قالوا ان دي بدايه يعني بلوره خصوصيه سينما مصريه، صح، يعني احنا عملنا افلام كتيره قوي 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 قبل الموميا، ولكن فيلم الموميا عندما عرض عالميا اتقال هذه هي السينما المصريه، لانه فيلم خاص جدا، له ملامح خاصه جدا، وهويته مصريه خالصه. طبعا هو مش عامل الحضاره الفرعونيه، هو عامل حول هذه الحضاره، ما حول ذلك، فبالتالي الفيلم يعتبر من اهم الافلام في تاريخ البشريه. طيب ده يخليني هروح لاخر حاجه، مجرد خاطره جايه على بالي، وبرضه ارجوك صححني اذا انا غلطان. كلنا فاهمين انه المهرجانات طول الوقت بتبقى عامل ايضا لتنشيط الصناعه، لانها طول الوقت بتشجع الصناع عن طريق هذه الجوائز، تشجع الصناع الصغار عن طريق الدعم المالي، تشجع اخرين عن طريق الورش، الخ الخ الخ. ده معناه ان احنا محتاجين المزيد من دعم افلام غارقه في المحليه المصريه، صح؟ طبعا هو صناعه المهرجانات ما هيش يعني، انا كانت الكلمه بتاعتي النهارده كانت متركزه
أهمية السينما وأهمية صناعة المهرجانات. إنها ما هيش طرف، ما هو شو إعلامي فارغ، هي جزء من الصناعة وجزء من تنمية الصناعة. المخرج لما بيعمل فيلم قصير هي بداية مرحلة إنه يظهر فنان مهم هيقدر يشتغل بعد كده. طيب هو عنده مشكلة في 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 إنه يعمل تجربته الأولى. المهرجانات دورها إنها تدعم شباب السينمائيين زي ما أنت قلت بالظبط، يعني جزء أساسي من المهرجانات أن تدعم صغار السينمائيين، أن كمان تقوي أدواتهم من خلال الورش والماستر كلاسز وما شابه ذلك. فهو المهرجان له دور مهم جدا، والدور الأهم كمان اللي احنا لسه ما وصلناهوش في الأقصر الإفريقي ولكن موجود في المهرجانات الكبيرة، وهو الإنتاج المشترك. أنا بحلم إن يبقى في فيلم إنتاج مشترك مصري سنغالي، مصري كيني، مصري أثيوبي، مصري موزمبيقي. يعني ليه ما يبقاش في إنتاج مشترك أفريقي إفريقي؟ وليه دايما الدعم للفيلم الإفريقي جاي من الغرب؟ ليه ما فيش دعم إفريقي إفريقي؟ ده موسم الهجرة للشمال كده الطيب الصالح الله يرحمه. احنا طول الوقت ننظر شمالا، مش عارف بننظر شمالا ليه، مع ان احنا نقدر ننظر جنوبا او انظر حولك على رأي البتاعة بتاعت زمان بتاعت لحظة من فضلك. ننظر حولنا في افريقيا سوف نجد المزيد، بل لدينا في افريقيا جذور حقيقية وكنوز لم يتم فتحها او حتى كشفها بعد. انا عايز اشكرك جدا 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 الكاتب والسيناريست الكبير الاستاذ سيد فؤاد رئيس مهرجان الاقصر للسينما الافريقية.